بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حقيقي الفيديو بتاعنا مختلف شوية، هو ليه علاقة بموقع وي أو المصرية للاتصالات والسرعات الجديدة اللي هي مقدماها، اللي هي مسمياها وي سبيس. ناس كتيرة قوي عاوزة تفهم إيه وي سبيس والسرعات والكلام ده، فأنا حبيت إن إحنا يعني نبص عليها برضو سوا. وي سبيس هي نظم جديدة عاملاها شركة وي، مقسماهم لثلاث أشياء: سوبر وميجا وألترا. سوبر تحتيها ثلاث اشتراكات، 140 جيجا، طبعا دي الكوتة التحميل اللي عندك، ودي سعرها 120 جنيه في الشهر، طبعا ده من غير ال 14% ضريبة القيمة المضافة، أو 250 جيجا بايت، ودي ب 210 برضو زائد 14% قيمة مضافة، أو 600 جيجا بقيمة 500 جنيه في الشهر زائد 14% قيمة مضافة. ميجا تحتيها 250، وألترا تحتيها 250 و600. الفرق ما بين السوبر والميجا والألترا هو حقيقي فرق سرعات فقط. يعني السوبر تقدر حضرتك تاخد سرعة لغاية 30 ميجا بايت في الثانية، ميجا تقدر تاخد لغاية 70، الترا تقدر تاخد لغاية 100 حسب ما الخط بتاعك يتحمل سرعة. طبعا الفكرة كلها ان هنا الباقات دي اللي موجودة بعد ما حضرتك بتشترك فيها وبتخلص الكوتا بتاعة التحميل بتاعتك بتنزل السرعات. يعني لو دخلت كده قلت له انا عاوز انفورميشن اكتر عن الموضوع ده، طبعا هو بقى بيقول هي سرعات بسرعات مختلفة. الاشتراك طبعا من خلال الفروع او من خدمة العملاء، ولو حضرتك عميل حالي تقدر ان انت تحول في اي وقت من نفس الكلام ده. اعرف مين السرعة اللي تحملها الخط الارضي برضه من خلال خدمة العملاء هيقدر يقول لك الكلام ده. الاستهلاك بتاعك طبعا بتقدر تتابعه من خلال الموقع، ولكن كمان بيبعت لك هو نوتيفيكيشن او بيبعت لك تذكير لما بتبتدي ان انت توصل ل 70% من الباقه بتاعتك، او 90% او 100%، واخد بالك. وتقدر ان انت تشحن كويس مثلا 20 جيجا اضافيه ب 30 جنيه، او 50 ب 60، او 100 ب 100. وطبعا اهم حاجه بالنسبه لي انا على الاقل هي لو انا انتهت سعه التحميل بتاعتي، فهو هنا بيقول بعد انتهاء ساعة التحميل ستستمتع بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة. طبعا السرعة المنخفضة دي أنا كنت أتوقع مثلا أدام هو بيتكلم في 30 ميجا و70 ميجا و100 ميجا، إن مثلا ننزل ل 2 ميجا أو 5 ميجا في الـ في الـ في الـ في الـ يعني بير سكند أو في الثانية. لكن صراحة أنا يعني زعلت جدا لما عرفت إن هي 256 ميجا في الثانية، سوري 256 كيلو بت في الثانية. طبعا 256 ده يعني ما فيش انترنت تقريبا، ده حد بيتعامل على سرعة 30 ميجا و50 ميجا و70 ميجا عشان تقول له انت هتنزل ل 256. طبعا يعني حتى السرعة لا تكاد تذكر، يعني اعتقد ان السرعة دي حتى يعني ما اعرفش تبقى زي المودم زمان بقى، للي حضر المودم وفاكر كنا بنعمل ايه عشان نخش على الانترنت والكلام ده. فطبعا يعني يمكن دي الحاجة الوحيدة انا من وجهه نظري انا يعني هي اللي تخلي ان السيستم ده مش كويس قوي. بالعكس الباقات الاقدم اللي كانت موجوده زي الميجا بلس وكده، اللي هي كانت لما السرعه تخلص كانت بتنزل ل 2 ميجا، اعتقد دي كانت حاجه مقبوله ومعقوله. انما اعتقد ان اللي هم بيقولوه ده طبعا مش سليم. يعني ده كان عرض بسرعه كده للباقات الجديده اللي بتقدمها وي، عشان اللي حابب ان هو يعني بدل ما تحرك تتكلم بقى خدمه العملاء وتسال على التفاصيل دي، فاحنا قلنا نقولها لكم، وخصوصا ان في بعض الناس لقيتها مرحبه قوي بس تراجعت بعد ما عرفت موضوع السرعه المخفضه دي. فاعتقد ان هي بالنسبه لمعظم الناس اللي كانت مشتركه على باقات يعني اقل، اعتقد ال 140 اللي هو اول كاتيجوري السوبر، اللي هو ال 140 اللي هو 120 زائد 14%، او حتى ال 250 زائد 14%، ال 210 زائد 14% يعملوا حوالي 240 جنيه كويس. وطبعا لو دفعت بالفيزا بتاخد 10% خصم مره ثانيه. اعتقد الباقه دي هتبقى معقوله، الباقتين دول هم اكثر الباقات معقوليه، ولكن حته بس ال 256 كيلو في الثانيه دي طبعا هي اعتقد هتبقى المشكله الاكبر. طيب ده كان بسرعه تاني استعراض للباقات الجديده اللي بتقدمها وي.
وأسيب بقى لحضراتكم الكومنتس وتشوفوا وتقولوا لنا رأيكم إيه في الباقات دي، وهل هي فعلا تستحق إن الواحد يشترك فيها أو لأ. شكرا، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، ونشوفكم على خير إن شاء الله تاني في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.